اهلا بيكم معانا في لقاء حول موضوع مرض كورونيا. معانا الاستاذ الدكتور اسلام عنان، استاذ اقتصاديات وعلم انتشار الاوبئه. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا استاذ طارق. اهلا بحضرتك دكتور. يعني النهارده الصين اعلنت حوالي يعني اقل من 400 نفر ماتوا والاصابات مرتفعه. السؤال المطروح الان، أي خطورة هذا المرض؟ هل ممكن هذا الوباء ينتشر في جميع أنحاء العالم، أو من الممكن انكماشه وانحصاره في مكان محدد، رغم أنه ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا ظهر في فرنسا، ظهر في أستراليا، في كندا، وهناك شائعة تقول أنه في بعض من الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية. هو الفيروس كورونا الجديد فيه شيء مختلف عن بقية فيروسات كورونا المعروفة، وفيروس كورونا تبع السابع منهم سارس وميرس. الفيروس الجديد أعلنوا 24 ساعة من 24 ساعة بالضبط إن بينتقل، أو ما يسمى إن هو فيروس متنقل صامت. متنقل صامت ده معناه إن هو بينتقل بدون حدوث أعراض، وده تطور خطير جدا، لان سارس حتى سارس كان بينتقل بعد فتره الحضانه الفتره ما قبل ظهور اعراض. يعني اي شخص بيصيبه اي فيروس بيقعد في فتره معينه كده اسمها فتره حضانه الفيروس، ما فيهاش اعراض، بعد كده كتير الاعراض تظهر. الحاجتين اللي ظهروا اخر 12 ساعه عن فتره الحضانه الفيروس دي 14 يوم، دي فتره طويله جدا. والحاجه الاكثر خطوره ان في الفتره دي ممكن اي شخص عنده الفيروس يعدي اخرين، هو مش هيبقى عارف ان عنده فيروس. فمن ناحيه الخطوره والانتشار هو خطر جدا في الانتشار فعلا. المنظمه الصحه العالميه بعد الموضوع الاكتشاف ده اعلنوا ان حتى تامين المطارات ومسح درجه الحراره في المطارات اصبح ليس ذو جدوى. طيب حضرتك يا فندم، قلت كنت ليك شعار او ليك مقوله شهيره تقول يعني اصرف على الاجهزه واصرف على تحصين مواطنينا من الدواء حتى لو صرفت الملايين، خير من يدخل لي واحد شخص مما حامل هذا الفيروس. ده صحيح، يعني هو قطع المصدر هو اللي هينفع مع الفيروس الجديد، لان دخول حاله الى الاراضي المصريه مثلا بالزحام الرهيب اللي احنا بنشوفه في مترو الانفاق وفي المواصلات يعني قد يكون مدمر. الصين منعت كل طائراتها ان هي تطلع، ده شيء كويس. احنا محتاجين من ناحيتنا ان غالبا حتى التامين احنا في المطارات هيبقى مش مجدي قوي، يعني هو كويس خلينا نكمل عليه. بس احنا محتاجين نقلل الطائرات والوافدين جنوب شرق اسيا. مصر مؤخرا بسبب السياحه بيدخلها افريج حوالي يعني 50,000 صيني كل شهر. ده رقم كبير جدا. طب لماذا الصين يعني؟ كونفيرمد يعني في السعوديه في حاله ممرضه هنديه خلاص مؤكده. طيب لماذا الصين يعني؟ لماذا الصين؟ السارس، مرض سارس برضو الصين، ايضا مرض كورونا ايضا الصين، يعني لماذا هذا الوباء منتشر في، يعني ياتي الاوبئه تاتي من الصين يعني؟ ده سؤال كويس وهو ملوش اجابه محدده، بس هو يعني لو عرفنا طبيعه الفيروس ممكن نعرف ليه الصين. يعني الفيروس كورونا موجود عند الحيوانات البريه اصلا، هو فيروس مش موجود عند الانسان. وفي بعض الطفرات القليله جدا بينتقل من حيوان لانسان، زي ما حصل في سارس انتقل من القطط للبني ادمين، في ميرس من الجمال، الخنازير، الطيور. هو عموما التعامل مع الحيوانات البريه المصابه بالفيروس ممكن اوقات بتعمل له تحور او ميوتيشن ويبتدي ينتقل للانسان. الصين اكثر دوله بيتعاملوا مع الحيوانات البريه، يعني بياكلوا كل حاجه. الفيروس الجديد يعني بعد ما عملوا له حاجه اسمها جين سيكونسنج او شفره جينيه، لان هو اصلا فيروس بيصيب الوطاويط وبيصيب التعابين فقط. الصين بياكلوا الخفافيش والوطاويط وبياكلوا التعابين. طيب ما احنا دكتور اسلام، يعني عفوا المقاطعه، يعني لدينا اخوه لما يشاركونا في الوطن معنا هم مسيحيين وياكلون الخنزير، اذا ان من الممكن ان هذا المرض يعني ينتقل الى الخنازير واخواننا المسيحيين بياكلوه. هو مش نفس الفيروس، هو كان في فيروس برضه عند الخنازير، في فيروس عند الاحصنه، فيروس عند الجمال. الجمال برضه احنا بناكلها عادي. والجمال صابها كورونا. هو اوقات بيحصل طفرات بدون اي سبب، يعني حتى لذلك فشلوا ان هم يعملوا اي مصد او لقاح. بس ان هو ينتقل من حيوان بقى لحيوان اخر بعد كده ينتقل لمصر، لا ده صعب. هو كده شيء خلاص، يعني فيروس كورونا جديد موجود في الصين في ووهان، وهو هينتقل من بؤره المرض دي لاي مكان تاني.
طب اقتصاديات بقى، لو حضرتك باعتبارك استاذ في الاقتصاديات ايضا في موضوع علم انتشار الاوبئه، يعني حينما ينتشر هذا المرض كم تكلفه، يعني الخزينه في اي دوله في دول العالم تتكلف كم؟ هل الملايين هل المليارات؟ مليارات طبعا، يعني امريكا حصل فيها اكثر من حاله، فالترشيحات الاوليه داخله في 50 مليار دولار فقط للتأمين، وما هماش متاكدين قوي من ان التكلفه دي هتقدر تغطي او تمنع وصول اي حد. لو تذكرنا ايام سارس كندا صرفت مبلغ كبير جدا في تامين المطارات، مع ذلك في 40 شخص كندي توفى بسبب سارس برضه بسبب المطارات. عموما يعني احنا بنامل يعني ان احنا بنحط فلوس، مهما الفلوس اتحطت، ان احنا نامن المطارات، وحتى لو قررنا ان احنا نعمل مسح لكل الاخوه القادمين من الصين او من جنوب شرق اسيا، مش بس مسح حراري، مسح لوجود فيروس كورونا الجنرال، حتى لو تكلف ده يعني التكلفه الاوليه ليه قد يعني تفوق فيروس سي اللي احنا الحمله احنا عملناها يعني. لا طيب بس احنا لو دخل عندنا حاله او اثنين من فيروس كورونا الجديد هنصرف ساعتها مليارات. طيب ايه اعراض المرض بقى يا دكتور؟ يعني كيف استطيع اعرف ان هذا الشخص ايه عنده هذا المرض؟ يعني هل يعني هل في اعراض بتظهر على هذا الموضوع؟ في اعراض، بس هو يعني دي تاني مشكله في فيروس كورونا، هي اعراضه مشابهه لاعراض البرد، كحه ناشفه، احتقان في الزور، سعال، بعد كده بيخش مرحله ثانيه زي الالتهاب الرئوي، يا اما يبقى حاد يا اما يبقى ضعيف على حسب مناعه الشخص. لو شخص مناعته ضعيفه بيظهر عليه اعراض جامده، مناعته كويسه ممكن يجي له المرض الكورونا الجديد ويعدي كل الناس اللي حواليه وهو يخف بعديها باسبوع. فهي اعراضه مشابهه جدا لاعراض الالتهاب الرئوي او البرد او الانفلونزا. الفكره كلها ان هو الشخص اول ما يبتدي يجي له اعراض حتى لو انفلونزا عاديه المفروض يعتزل الناس على قد ما يقدر، يحط الكمامه، يغسل ايده باستمرار، ياخد الادويه اللي تقدر تقلل له الاعراض ديت من ادويه البرد والزكام والصدر واللور شيست انفكشن وهكذا. طيب دكتور، يعني يعني سؤالي قبل الاخير يعني وهو بيطرح فيه، حضرتك قلت ان التجمعات وزي الماتشات زي مترو الانفاق زي الحاجات دي كلها، نحن قابلين على موسم العمرة رمضان والحاجات دي كلها، يعني هل نخشى ان المرض ده يتواصل حتى الى موسم الحج؟ انا مش هقدر اقول لك ربنا يستر، يعني ان شاء الله باذن الله يكون يعني منظمه الصحه العالميه اعلنت حاله الطوارئ الدوليه، حاولوا يسيطروا وقفلوا كل الطرق الى بقيه العالم، وان احنا يعني نبقى حتى اقل من سارس. احنا سارس دخل جوه الميدل ايست من 8000 حاله 4% بس جوه الشرق الاوسط، فكان كويس، وحالات الوفيات في سارس كانت اقل من 1% على المستوى العالمي. يعني ربنا يستر وما يبقاش عندنا بس اي حالات، لان ساعتها ولا نعرف نعمل اي حاجه. السعوديه متهيألي هتبتدي تاخد اجراءات في عمرة رمضان ان هي ما تدخلش وافدين من جنوب شرق اسيا، ومتهيألي لو الفيروس فضل بهذا الانتشار السريع احنا واصلين في 2000 حاله متهيألي السعوديه هتاخد اجراء زي ده. طب اخيرا دكتور، تنصح بقى المواطن المصري يعني في على عبر صفحه زي الصحه وموقع ميديا قبل يعني تقول لهم ايه مثلا؟ يعني فقط دلوقتي ده موسم برد، وبرد عموما الدنيا ساقعة، الناس محتاجة تخلي بالها شوية من النظافة الشخصية الأيدي، دي أهم حاجة. إحنا عاداتنا فيها سلام بالإيد كتير جدا وسلام بالعناق كتير جدا، إحنا محتاجين نقلل الموضوع ده الفترة دي. لو حد عنده أي بوارد بس هنا عفوا على المقاطعة دكتور، هنا يقول لك أنت بتكرهني بقى ما بتحبنيش. يعني أنا لو جيت سلمت على دكتور إسلام أقول له من بعيد يا دكتور إسلام، لو انا جيت قلت للدكتور اسلام ازيك يا دكتور اسلام ازاي السلام عليكم، مع ان هي كلمه هي الاجمل والاحسن السلام عليكم واخد بال حضرتك، لكن هيقول لك ده بيكرهني طارق عبد الجابر بيكرهني. والله يعني ان احنا بنحس ان بنكره بعض احسن من نقعد بعض. لا انا بحبك يا دكتور. الله يخليك، والله انا بعزك جدا انت عارف. انا عارف. عموما احنا محتاجين شويه ننقل الكالتشر دي لمصر، يعني الكالتشر دي موجوده في اسيا، موجوده في اوروبا، موجوده في امريكا. الناس اول ما بيجي لها برد بتحس ان هو بيمشي ما بيسلمش على حد، ما بيمشي بايد حاطط كمامه. الناس بتحب كده، بتحب الشخص اللي بيعمل كده ان هو بيبقى بيسموه كونسيدر، يعني شخص مهتم بالاخرين، بالعكس ياخدوها من الناحيه الثانيه، انا بقى شخص كويس.
احنا محتاجين ندخل الكالتشر دي والثقافه دي في مصر. والحاجه الثانيه الاطفال وكبار السن هم اكثر عرضه بالظبط. وده نخلي بالنا من الاطفال وكبار السن في ان احنا ننشط المناعه، لان الفيروس ده ما بيصيبش اي حد مناعته كويسه باعراض جامده. هل الليمون والبرتقال والاغذيه اللي هي زي يعني حاجه اليانسون والحاجات دي ممكن تساعد على التقليل من هذا الاحتقان مثلا؟ اي حاجه بتحسن المناعه الفتره دي هتبقى كويسه. تاخد المختصين بالاعشاب وتقويه المناعه عن طريق الاكل هيبقوا طبعا ادرى مني، بس مثلا الثوم والمشتقات الجنزبيل والحاجات اللي احنا والليمون الحاجات دي كلها هترفع نسبه فيتامين سي والمناعه في الجسم. دكتور اسلام عنان يعني استاذ اقتصاديات وعلم انتشار الاوبئه، بنشكر حضرتك يا فندم على هذه المداخله، وطبعا بالتاكيد يعني هنلتقي معاك بلقاءات اخرى، وان شاء الله احنا عندنا عاملين في الموقع وصف ازاي الصحه عاملين ندوه ان شاء الله، وتكون حضرتك تكون موجود فيها وهتذاع على القنوات ان شاء الله هو في برامجنا اللي هي في النهار وفي المحور ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا يا دكتور. شكرا. مع السلامه.